كان الجميع يحب ليلى لطيبة قلبها، ولكن ما قصة هذه القبعة؟ جدتي العزيزة، مرحبا بك يا جدتي. أهلا بك أمي. لقد انتهيت من صنع هذه القبعة الحمراء الجميلة من أجلك. إنها جميلة جدا. ارتديها لأراها، إنها مناسبة جدا. مبارك عليك يا ابنتي. شكرا. جدتي، عندما أكبر سأصنع لك وشاحا. بارك الله فيك، أنا سعيدة لأنني استطعت أن أفرحك يا صغيرتي. ولهذا كانت ليلى ترتدي قبعتها الحمراء دائماً.